اسمحوا لي أن أخاطب سعادة السفير الجمهورية العربية الصحراوية. سعادة السفير، مرحبا بك، أهلا وسهلا. الاستقلال تاعكم راهو جاي، ما تكسرش راسك، كمل في وظيفتك وقول للناس اللي راهم في الميدان وانت تشهد انني زرت تفاريتي والاراضي المحرره وزرت وشفت وعشت مع الناس اللي هما قياده تاع الصحراء الغربيه واللي هما مجاهدي تاع الصحراء الغربيه. المروك راهو يوضر في وقته، الاستقلال راهو جاي، ما فيش حاجة اللي تجي عكس التاريخ. احنا لهنا مجمعين لهنا، كل مرة منين يطلبونا طلبنا جارية الحوار والله في أي مكان رانا موجودين باش نعطيه الشهادة تاعنا ونبلغوا الإرادة تاعنا بأن هذا الظلم، هذا الاحتقار، هذا الاستعمار لشعب عربي مسلم من طرف نظام تاع شعب عربي ومسلم. هذه الأمور هذه ممكن الناس يتعاملوا معها سياسيا وبالنفاق، احنا دليل على اجتماعنا اليوم أننا نتعامل معها بجوارحنا. في اجتماع من اجتماعات البرلمان الدولي كنت أنا أترأس الوفد الجزائري، يتكلم ممثل فلسطين خالد الحسن ويبلغنا بشهادة تاع جنشر وزير الخارجية تاع ألمانيا، كان يلوموا عليه الفلسطينيين يقولوا له القضية تاعنا عادلة وانتم ألمانيا وكل المكان تاعكم ما تحبوش تسمعونا، علاش؟ الجواب تاع جنشر قال له احنا ماناش متعاملين معاكم بقضية العاطفة، مانا أصحابكم، مانا ابن عمكم، لكن احنا نسيروا دولة ومكانتنا ما بين العالم وكتاش نتبعوكم؟ نتبعوكم عندما إذا كان جهلناكم نخسروا. قال له أوجعونا، اضربونا في مصالحنا، نتبعوكم في القضية تاعكم. إذا احنا هذا الأمر هذا رانا عارفينه في الدبلوماسية، ولكن نحن الشعب الجزائري خرجنا فرنسا وهي ماشية وحاربناها في كل مكان، حاربناها لهنا في الجزائر وحاربناها سي عقوبي في عقر دارها، هم معنا الشهداء موجودين لهنا موكليشي نوض قول لهم راني لهنا. انت هاو هاو بخوش، انا نشهد باللي ضربنا في فرنسا في دارها ورئيس الجمهوريه تاع فرنسا ما حبيناش نقتلوه، قلنا له انت ماناش قاصدينك، قاصدين الخاين على الشكل. اذا سيدي السفير صرش لي مليح، نخاطبوا فيك انت باش تبلغ للناس اللي في تيافيريتي وراهم في الميدان، قول لهم راكم رايحين تربحوا لان قضيتكم صحيحه ومعاكم الشعب الجزائري ومعاكم الدوله الجزائريه ومعاكم كل المناضلين. احنا لما فرنسا ما حبش تسمع ضربناها في دارها، والناس اللي ضربوها في دارها مازالهم حاضرين معنا ونحييهم. اذا كمل المروك هكذا راهو كثر على ما وصاوه، اخي تعرفوا هذه العباره هذه، يعني الخدمه الرادمه تاعو لو كان يكمل هكذا الجنود تاع البوليزاريو يضربوه في دارو. هانا نبهوا عليها مليح خاطر هذه ما شتيناش نوصلوا ليها، ما شتيناش نوصلوا ليها، بلي نعودوا احنا شعب
عربي ومسلم من الصحراء الغربيه نضربوا شعب عربي ومسلم في داره، ولكن نقولوا له احكم دارك اخرج من دارنا، وحنا رانا نرجعوا ونستقلوا ونكونوا دائما في صالح العروبه والاسلام والمضطهدين. والسلام عليكم.